محمد، مساء الخير. لو سمعني دلوقتي أكد لي إن أنت موجود معايا. سامعني كويس؟ عايز اعرف بس لو انت رجعت المحاضره اللي فاتت او جربت تعمل الجزء بتاع الريفاليديشن او الاوتوماتيك ريشيو ولا لا، وممكن نجرب نراجع الكلام ده دلوقتي قبل ما نبدا الاول. اه، انا جربت اعمله تمام، بس ما دخلتش في الاوتوماتيك ريشن. عملت الري فاليديشن بس. ممكن طيب نجرب ناخد مثال كده سريع نراجع فيه الجزء بتاع الاوتوماتيك ري ايشيو، وبعد كده نشوف ايه القصه الجديده اللي احنا ممكن ناخدها النهارده، وهنعمل برضه مثال زي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت سريعا. تحب اديلك الكنترول تجرب تعمل الكلام ده على الجهاز بتاعي، ولا اعمل لك انا المثال الاول؟ دي حاجة بعيدة بعيدة. هتلاقي دلوقتي الكنترول معاك، جرب كده حرك الماوس عندي على الشاشة وتأكد إن أنت عندك الكنترول على الجهاز بتاعي. ممكن تغير اللغة عندك. هنجرب برضه نعمل اي جي عشان نتأكد ان الكنترول معاك، ونجرب نعمل مثال كده سريعا مع بعض. قول لي عايز تعمل ايه وانا اساعدك، لان الجهاز بتاعي ده ابل فمش هتقدر تغير عليه اللغه او حاجه. انا كده هغير اللغه من عندي عشان اتاكد انها موجوده لغه انجليزيه. جرب كده اكتب اي حروف دلوقتي على الكيبورد. تمام، عايزين نجرب نعمل ملف حجز، نجيب رحله ذهاب وعوده وليكن من كايرو لجده. اختار تاريخ الذهاب وليكن 10 جولاي من كايرو لجده على الخطوط السعوديه. هنحدد برضو الايرلاين خطوط السعودية، ونختار رحلة العودة وليكن يوم 20 جولاي. عليكم السلام ورحمة الله. هتفتح الجهاز اللي قدامك احنا براحتك. لما السيستم يشتغل احنا هنجرب نراجع المحاضرة اللي فاتت عشان عرفنا ان انت ما جيتش معانا. ممكن تكون بس لو شفت الفيديو ولا حاجة نقدر نراجع تاني. الموضوع صعب شوية من غير ما نجربه صح، هنجرب نراجع صح. لما يفتح السيستم معاك نجرب نعمل الملف ده. عايزك تجرب يا محمد نحجز بقى مقعد واحد على الكلاس واي، وليكن في الرحلة في السطر رقم واحد والواي في السطر رقم 11. نعمل اس اس 1 او نختار الواي في السطر رقم واحد. حط علامة الديسبلاي ونختار الواي في السطر رقم 11. زي اي وقت هنحاول نجيب ارخص سعر على طول الاول للمسافر، فهنعمل اف اكس ار عشان نجيب ارخص سعر متاح عندنا. عايزك تكمل ملف الحجز عادي لحد ما تطبع التذكره، حط البيانات الاساسيه بتاعتك.
لحد ما نطبع تفرق على ما بس انا عملت الافكس او ما برجعش ربطي ولا حاجة والله براحتك لو حبيت تعمل ارتي عشان تشوف الملف ممكن ما حبيتش ممكن تجمل شغلك عادي بس جابني الرحلتين مختلفين واحدة على تي واحدة على تي صح طبعا على حسب المتاح مفيش مشكلة هنكمل برضو لحد الطباعة انا محمد اكيد محتاج منك بيانات جواز السفر زي ما انت شايف فلازم نعمل الأمن بتاع جواز السفر. وهنا كده عم يسمي بيانات الباسبور بالظبط جرب اي ار وبعد ما تحفظ نعمل الامر الطويل بتاع جواز السفر. تكملها بقى الطباعة كله؟ ايوه. تمام لو طبعنا التذكرة ممكن نعمل ار تي ونرجع نتفرج على ملف الحجز ونتأكد ان ظهر عندنا السطر اللي فيه الاف اي او رقم التذكرة بتاعنا يكون مظبوط. واو
ما حفظتوش صعب طبعا ما حفظتوش لا بس عليهم من نفس الطعم وكمل باقي الخطوات بتاعت العضلة. بعد يجي الجدول تاني. هنكتب التاريخ اللي بعد كده. تاريخ. تاريخ. اللي هو مثلا 10. بالضبط. نكتب مثلا 10 مايو 90 افتراض ان هو ده التاريخ اللي انت عايزه. تاريخ الذهاب ايه اللي موجود عندك هيكون 10 جولاي. لا ده مش هيكون كده. المفروض ان احنا هيكون التاريخ اللي بعد ده تاريخ انتهاء جواز السفر. هتكتب اي تاريخ؟ اكتب اي تاريخ دلوقتي في التدريب مش هيفرق معانا. بعد كده داش هنكتب الفاميلي نيم وبعد كده الفيرست نيم بتاع المسافرين اللي موجودين عندنا. نجرب كده نحط سلاش بي 1 او ندوس انتر على طول عشان نقدر نشوف رقم التيكت لو اتصدرت عندنا. ونتأكد ان ظهر عندنا رقم التذكرة اللي هيكون في السطر رقم 9. طيب لو ظهر عندنا رقم التكت ظهر عندي 8 ما ظهرش. ليه بقى؟ لان كل واحد فينا عنده عناصر مختلفة عن التاني. لو انت عايز تخلي نفس العناصر اللي موجودة عندك انا يمكن سجلت ايميل هنا. جرب سجل ايميل كده عندك عشان يكون نفس ترتيب العناصر اللي عندك هو اللي عندي بالظبط. سجل الايميل هيبقى اي بي وحرف الاي اختار ايميل ونحط داش علامه الماينس واكتب برضه بعدها الايميل اللي انت عايزه. بعد كده عايزك تحط التوقيع. تمام. جرب حط التوقيع بتاعك واعمل اي ار عشان نحفظ عناصر ملف الحجز بتاعتنا بالكامل. لا التذكره ما بتتبعتش اوتوماتيك. لو انت عايز تبعتها على الايميل بتاعك ممكن نستخدم الامر ده. نعمل اي اي بي داش اي ام ال وبعد كده تكتب الايميل بتاعك. ده انا بعمل الامر ده لو حبيت وبعته النسخه على الايميل بتاعك كذا حبيت. الامر الثابت اللي هو ده اي اي بي اي بي
شوف كده الشاشه بتاعتي انا بكتب لك الامر دي فور باريس انا بكتب لك الامر هنا على الشاشه وبعدها نحط داش علامه الماينس هنكتب اي ام ال بس ثلاث حروف صار ايميل وبعدها نحط داش كمان واكتب الايميل بتاعك لو دوسنا انتر سيستم المفروض هيبعت لنا النسخه من التذكره دي على الايميل يبقى البيانات بتاعتنا كانت مظبوطه. نرجع نتفرج على الملف بقى مع بعض نعمل ار تي تمام. تعالى نفترض ان المسافر خد التذكره دي والتذكره دي كان هيسافر يوم 10 جولاي والعوده يوم 20 واحنا حجزنا له في الذهاب على الكلاس تي والعوده على الكلاس بي ايا كان درجات الحجز ولو بصيت هنا هتلاقي سعر التذكره اللي جاب 9107 ده اللي انا دفعته كشركه سياحه للايرلاين والتاريخ اللي احنا طبعنا فيه التذكره هو يوم 17 مايو 2022. انا كالمعتاد هعمل اجنور هقفل ملف الحجز بافتراض ان انا قفلت الملف مسافر خد التذكره قعد في البيت يوم 2 3 وجالي بعد يومين 3 بيقول لي من فضلك انا عايز اغير رحله الذهاب او العوده او اجل السفر يومين 2. اكيد هيكون معاه رقم الحجز لان التذكره انا بديها له فيها رقم الحجز وفيها اسمه. فانا هاخد كوبي من رقم الحجز ده لو حبيت اخد كوبي منه اوكي او ما حبيتش ممكن نكتب ار تي ونكتب رقم الحجز على طول بايدينا اللي يريحك فيه ونستخدمه على طول. ار تي وبعدها هنكتب رقم الحجز المكون من 6 ارقام وحروف. لا ما تكتبش اللي عندي بقى انت هتكتب الرقم اللي ظهر عندك. ار تي واكتب الرقم اللي موجود عندك عشان تسترجع الملف بتاعك. المفروض الملف اللي انت لسه عامله دلوقتي. طيب احنا لو فتحنا ملف الحجز اول حاجه هنلاحظها شركه الطيران اللي احنا حاجزين عليها طلعت الحظوظ السعوديه. انا عايز اعرف شركه الطيران دي بتقبل الري فاليديشن او الري ايشيو بتقبل التغيير والتعديل ولا لا. فاول حاجه هروح اعملها هعمل امر اسمه هيل هطلب من السيستم انه يساعدني. اتش اي يعني هيل كانها اختصار لكلمه مساعده او هيل. هكتب بعدها شوية حروف تانية اختصار كلمة اي تي تي يعني الكترونيك تيكت. عايز اعرف التذاكر الالكترونية بتاع الخطوط السعودية. تمام بس هو اسيب مسافات عادي؟ شوف بصراحة انا بسيب لك المسافات هنا عشان اوضح لك كل جزء في الامر بتاعي. لكن في الاصل انا فعلا ما عنديش اي مسافات على السيستم. يعني انا هكتب نفس اكتب نفس الامر من غير مسافة. فالاتش اي اللي هي اختصار هل والاي تي تي يعني الكترونيك تيكت وبعدها الاس في هو كود شركة الطيران اللي احنا حاجزين عليها او الاس في. بعد ما ندوس انتر هيظهر عندي الماركت او الدوله اللي انا موجود فيها هلاقي البيانات اللي موجوده دي شايف الدوله بتاعتي الماركت بتاعنا هو فين؟ في ايجيبت. البيانات اللي انا عايزها هلاقيها في الصفحه رقم 22 فممكن اعمل ام اس 22 او موف داون مرتين اللي يريحك انا هستخدم ام اس 22 ودي معناها موف سكشن او روح للصفحه رقم 22. يمكن الصفحه الاولانيه مش هلاقي فيها البيانات اللي انا عايزها ممكن اعمل موف داون كمان مره. لو عملت موف داون مره ثانيه ونزلت لتحت شويه هتلاقي الخطوط السعوديه مكتوب قدام الريفاليديشن نو يعني مش مسموح ان انا اعمل الريفاليديشن. فين البيانات دي؟ ممكن تنزل بالصفحه بتاعتك تحت شويه هتلاقي مكتوب هنا الريفاليديشن قدامها حرف الان معناها نوت سبورتد او نوت ابروف من الخطوط السعوديه بتقبل الري ايشيو بتقبل الريفاند. لكن ممكن اعمل فويد اعمل ري ايشيو اعمل ريفاند كل حاجه قدامها حرف الواي معناها شركه الطيران بتقبلها. كل حاجه موجوده قدامها حرف الان معناها مش بتسمح بيها او ما بتقبلهاش. فانا مسموح لي اعمل ري ايشيو صحيح. اللي هو اعاده التغيير او الاصدار. تعالى نرجع نشوف هنعمل ري ايشيو ازاي. نعمل ار تي لو رجعنا لملف الحجز. انا بفكرك ان سعر التذكره اللي احنا بعنا بيه تيكتس او اللي احنا دفعناه لشركه الطيران كان 9107 والتاريخ اللي احنا طبعنا فيه التذكره كان يوم 17 مايو. المعلومات دي متسجله كلها في السطر بتاع شركه الايه الطيران. انا محتاج اعمل تسعير للملف واشوف الاسعار والشروط الجزائيه في التاريخ اللي المسافر كان جه وحجز فيه. تعال نجيب السعر. ازاي اجيب السعر بتاع التذكره من غير ما اغير حاجه في الملف؟ ممكن استخدم الامر ده اعمل اف اكس اكس سلاش ارقم واكتب التاريخ اللي انا صدرت فيه التذكره قبل كده. فالاف اكس اكس ده امر التسعير او اظهار سعر الملف بتاعي. لو كتبت بعديه ار كوما وكتبت التاريخ ده هسميه تاريخ اصدار التذكره القديمه.
اللي انا عملت فيه اصدار التذكره بتاعتي بالظبط. ارقام 17 مايو 22 بس. الكومه هتلاقيها على حرف الواو باللغه العربيه، لو بصيت كده على الكيبورد من غير شفت ومن غير حاجه هتلاقيها موجوده، وهكتب بعدها التاريخ اللي انا صدرت فيه التذكره بتاعتي. ليه؟ بص كده عندك رقم السطر عندك هو رقم 9 يمكن، هتلاقي فيه رقم التذكره وموجود جنبها تاريخ 17 مايو. تمام، هو ده تاريخ، مش التاريخ اللي هو يسافر فيه ده. لا اللي احنا بنتكلم على تاريخ الطباعه، تاريخ اليوم اللي احنا صدرنا فيه التذكره. بعد ما ظهر عندك ودوس انتر هيظهر عندي الشاشه بتاعت الاسعار دي، هتاكد ان السعر اللي انا كنت بايع بيه التذكره ما زال موجود، هو هو. لو نزلت لتحت شويه هتلاقي التوتال 9107. طيب انا بقى مش جاي اصلا عشان اعرف السعر، انا السعر ده اوريدي عارف، بس انا عايز اعرف الغرامات والشروط الجزائيه اللي على التذكره دي كام عشان اقولها للمسافر واخد موافقته. لو طلعت فوق شويه هتلاقي اسم المسافر اللي احنا كنا حاجزين له اللي هو محمد صبري، المسافر ده رقم واحد وده السعر بتاعه رقم واحد. عايزين نجيب تفاصيل السعر ده ونعرف البناليتي او الغرامات بتاعته. الخطوه الثانيه هنعملها اف كيو ان واحد ونحط علامه الديسبلاي نجمه ونعمل بي اي. الامر ده لمعرفه الغرامات والشروط الجزائيه اللي على التذكره دي. لو دوست انتر هيظهر عندك الغرامات والشروط الجزائيه اللي احنا المفروض هنقراها بالتفصيل. كمان هنا سواء غرامه التغيير او الاسترجاع. لو حبيت اعرف تفاصيل عن الغرامات ممكن كل ما اعمل موف داون الاقي التفاصيل اكتر. لو حبيت اعمل تشينج الغرامه بتاعتي هتكون كام؟ لو قبل الرحله ما تغادر او قبل استخدام التذكره بتاعتي، هنا السيستم بيقول لي بير تيكت على كل تذكره ممكن ادفع 150 ريال لو هعمل ريشيو او ريفاليديشن. فهنا السيستم بيطلع لي الخطوط السعوديه عايزه 150 ريال لو حبيت تعمل ريشيو او ريفاليديشن زي ما انت شايف. طبعا عشان اقدر اعمل ريشيو او ريفاليديشن احنا هنا العميل بتاعنا في مصر، فلازم احول المبلغ ده من ريال سعودي الى جنيه مصري لانه مش هيدفع لي بالريال هنا، فعشان كده محتاج اعمل الامر ده عشان اقدر اشوفه اذا حبيت. بس قبل ما اسيب الشاشه دي لو بصيت هنا تحت بيقول لي ان التغيير بتاعك must be more than 2 days before original flight of departure of the ticket. يعني لو انت هتسافر قبل يومين او اكتر والعميل بتاعك جاي يغير التيكت يبقى هيدفع المبلغ ده اللي هو 150 ريال. طب لو اقل من يومين، لو جالك قبل سفر ب 24 ساعه بيوم او اقل، فالسيستم هنا بيقول لي على كل تذكره الغرامة هتكون أكتر شوية، هتكون 200 ريال لو هيعمل ريشيو أو ريفاليديشن. لو فضل له فترة كبيرة هيدفع 150 بالظبط، كل ما بيقرب ميعاد السفر كل ما الغرامة بتزيد. بيديني فرصة، بيقول لي within 2 days before original flight of departure of the ticket، يبقى أقل من يومين هيدفع 200 ريال على كل تذكرة. أكتر من يومين أو أكتر يبقى 150 ريال على كل تذكرة. طبعًا لو أنت لسه عاملين التذكرة النهاردة، فعندنا لسه فترة طويلة على تاريخ التغيير فما فيش مشكلة. الرسالة اللي تحت دي لو العميل هيكنسل برضه هيدفع غرامة أعلى، هتكون غالبا 300 ريال زي ما أنت هتشوف دلوقتي حالا. لكن إحنا لسه مش هنيجي ناحية الكنسلة النهاردة، على الأقل عايزين نشوف إزاي نقدر نغير التكت. عايزين نحول المبلغ ده، لو عملنا اف كيو سي كتبنا 150 ريال سعودي سلاش اي جي بي، كده هنقدر نحول العملة من 150 ريال إلى جنيه مصري. عايز أعرف المبلغ ده هيساوي كام؟ الاف كيو سي ده اختصار كلمه فير كود كرنسي او امر تحويل العمله من 150 ريال سعودي لجنيه مصري. هتلاقي السيستم قال لك المبلغ ده يساوي 734 جنيه. طبعا عشان اغير التذكره دي واقعد ادفع المسافر 734 جنيه غالبا احنا بنزود عليها عموله 100 جنيه او اكثر او اقل على حسب سياسه شركه السياحه كمكسب اضافي لشركه السياحه بتاعتي. هفترض ان انا قلت له المبلغ هيكون 850 جنيه، بس هقول له شرط صغير، إذا لقيت نفس درجة الحجز اللي أنا كنت حاجز لك عليها يبقى ساعتها هيدفع إيه؟ ال 750 للإيرلاين زائد ال 100 العمولة بتاعتي اللي أنا هقول له إنها 850. إذا ما لقيتلوش نفس درجة الحجز القديمة يبقى معناها إنه هيدفع المبلغ ده زائد فرق السعر ما بين الدرجات القديمة والجديدة. تعالوا نجرب الأول نرجع لملف الحجز، افتراض إن المسافر موافق، هنرجع تاني نعمل آر تي مع بعض. لو عملنا آر تي هتلاقي إن رحلة الذهاب على الكلاس اسمها تي والعودة كانت على الكلاس اللي اسمها الاي. احنا عايزين نغير تاريخ الذهاب، بدل يوم 10 هخليه يوم 12، وهخلي يوم العودة بتاعي بدل يوم 20 هخليها يوم 22. ازاي نقدر نغير التاريخين دول؟ هنعمل افيلابيليتي جديدة
يوم 12 جولاي من كايرو الى جده على الخطوط السعوديه، والعوده بتاعتي هجيبها يوم 22 جولاي. تعال نجرب كده نشوف اذا كان في رحلات في اليوم ده ولا لا. عايزك تعمل امر عندك على الشاشه بتاعتك ونجربه مع بعض. هنخليها 12 جولاي كايرو جده على الخطوط السعوديه، والعوده بتاعتي هتكون يوم 22 جولاي. تمام، وهنخلي العوده يوم 22. قول لي طيب نرجع كده للملف، فاكر رحله الذهاب كنا حاجزينها على ايه؟ على تي كلاس. تعال ندور، هل التذكره بتاعتي الذهاب موجود فيها تي كلاس؟ لحسن الحظ موجود. طيب العوده التذكره القديمه كنا حاجزينها على كلاس اي، هل في رحله من الرحلات بتاعت العوده الاي كلاس متاحه؟ متاحه. كويس، تعال نحجز عليهم. هنعمل اس اس 1، هنختار التي في الصف رقم 1 ونختار الاي في الصف رقم 11. تمام، لان احنا كنا حاجزين لمسافر واحد. هنختار التي في الصف رقم 1 وهنختار الاي في الصف رقم 11. لو حجزنا على نفس الرحله للمسافر هنرجع لملف الحجز، هنلاقي رحله الذهاب القديمه ما زالت موجوده عندي في الملف، ورحله العوده القديمه ما زالت موجوده. انا خلاص خدت موافقه العميل وتاكدت ان نفس الدرجه ونفس السعر بتاع القديم والجديد موجود، هكنسل رحله الذهاب والعوده القديمه، اصبحت انا مش عايزها، اللي هي في السطر رقم 2 والسطر رقم 4. اكس اي 2.4، فهنعمل فعلا اكس اي 2.4. لو كنسلت رحله الذهاب والعوده السيستم هيطلع لنا رساله صغيره كده بيقول لي خد بالك لما بتكنسل الاسعار او الرحلات السيجمنت القديمه الاسعار اللي متخزنه في الملف هتتكنسل اذا سيفت الملف. ممكن نحط التوقيع طالما انا ناوي انفذ ري اتشو، وهعمل اي ار على الملف بتاعي. لحد دلوقتي احنا ما نفذناش الري اتشو، كل اللي احنا عملناه ان احنا غيرنا رحله الذهاب والعوده والتواريخ الجديده للمسافر عايزها. لكن السيستم بيطلع لك الرساله الصغيره اللي فوق دي بيقول لي التيكت ري فاليديشن او ري اتشو از ريكومندد، يعني بيديني تنبيه كده ان انا اكمل خطوات الري اتشو بتاعتي. كمان رحله الذهاب والعوده والتذكره القديمه بتاعتك ما زالت موجوده، لو بصيت على التذكره دي هتلاقي في الصف رقم كام؟ 9. مكتوب ان التذكره دي بتنتهي برقم 74، دي التذكره القديمه. عشان لما نيجي نطبع التذكره الجديده هتلاقيها تاخد رقم تذكره جديد مختلف عن الرقم ده. الامر اللي هيحسب لي فرق سعر التذاكر والغرامات والشروط الجزائيه اللي هو الاوتوماتيك ري اتشو امر اسمه اف اكس كيو. الاف اكس كيو لو جربته دلوقتي ودوست انتر هيبدا يقارن السعر القديم اللي المسافر كان دافعه بالسعر الجديد ويطلع لي الفرق اذا كان موجود، ويطلع لي الضرايب والتوتال اللي المفروض انا هدفعه كشركه سياحه شركه الطيران. تعال نجرب كده نقرا الشاشه دي. البيانات اللي موجوده عندك هنا الرحله دي من كايرو الى جده على الخطوط السعوديه، والعوده هتكون من جده الى كايرو على الخطوط السعوديه. ده رقم الرحله بتاعت الفلايت نمبر في الذهاب وفي العوده. درجه الحجز اللي احنا كنا حاجزين عليها البوكينج كلاس في الذهاب كانت تي والعوده كانت على الاي كلاس. الديت اللي هو تاريخ الذهاب وتاريخ العوده. الفير بيس كنا بنسميه كود اساس التسعير، وكان الحرف الاولاني منه هو درجه الحجز اللي احنا حاجزين عليها. كمان التذكره دي غير صالحه للسفر قبل التاريخ ده، كنا بنسميه نوت فاليد بيفور ونوت فاليد افتر. هتلاقي هنا تاريخ الذهاب اللي احنا محددينه وده تاريخ العوده. كمان الوزن اللي كان مسموح على التيكت، كانت رحله الذهاب مسموح لنا شنطه واحده وان بيس، والعوده كان مسموح لنا فيها شنطتين. كده ما عندناش اي تغيير في الرحلات او في البيانات دي. السيستم بدا يقارن السعر الاساسي القديم، لما كنا دافعين التذكره دي كان ب 4250 جنيه اللي هو الاولد بيز، ده السعر الاساسي قبل ضرائب. عشان حجزنا على نفس الرحله ونفس الدرجه فالسعر الجديد برضه هو هو زيه بالظبط، مفيش اي فرق ما بين الاثنين، فالسيستم قال لي الفرق ما بين الاسعار زيرو، مفيش حاجه. بس كمان الضرايب بيقول لي الضرايب القديمه اللي المسافر بتاعك كان دافعها اللي هي الاولد تاكسس كانت 4857، نفس المبلغ هو الضرايب الجديده مفيش اي فرق بينهم زيها بالظبط. بس في عندنا مجموعه ضرايب غير مسترده، الضرايب دي غالبا بتفرضها عندنا وزاره الماليه المصريه لما بنسافر على اي رحله دوليه بندفع 11 جنيه، وعندنا 16 ريال سعودي بتاخدها الخطوط السعوديه ضرائب غير مسترده. الاجمالي بتاعها 89 جنيه فبتظهر عندنا هنا زي ما انت شايف. طبعا عشان اشوف التوتال او التفاصيل اكتر ممكن اعمل موف داون او انزل تحت عشان اقدر اشوف الاجمالي بعد كده. تعال نجرب نعمل موف داون وننزل بصفحه بتاعتنا لتحت. هنشوف باقي الغرامات اللي موجوده عندي.
فاكر الغرامه اللي احنا شفناها من شويه اللي كانت 150 ريال واحنا حولناها لجنيه مصري طلعت 734؟ السيستم ماسك المبلغ ده وضافه على ال 89 جنيه الضرايب بتاعتي. يعني ايه اصلا من غير ما اعمل الامر الاولاني هتتحسب هنا اوتوماتيك، هتلاقيها هنا. بس الاول احنا بنستعلم عشان نقول للمسافر ونعرف الحسبه بتاعتنا قبل ما نيجي ننفذ، وبناخد موافقته. التوتال اللي انت شايفه دلوقتي المفروض ده اللي انت هتدفعه لشركه الطيران عشان تغير التذكره دي. يبقى انت لازم تعمل حسابك ان كان في عندك ضرايب 89 جنيه نبدا نزودها. لو انا هدفع 830 جنيه لشركه الطيران هزود عليها 100 جنيه، فالمبلغ بتاعي اللي انا هاخده وليكن 930 جنيه من المسافر. الفرق ده يعتبر حاجه بسيطه والمسافر مش هيعترض، فنقدر نحط التوقيع بتاعنا نسيب، وبعد كده نعمل اي ار نحفظ البيانات بتاعتي. بعد ما نحط التوقيع ونحفظ هنلاحظ حاجة جديدة ظهرت في الملف. أول حاجة فوق هنا هتظهر عندك تي اس ام. تي اس ام معناها إنك أنت حاولت تعمل ريشيو وفي غرامة الخطوط السعودية عايزاك تدفعها لوحدها، اللي هي غرامة التغيير بتاع التيكت اللي إحنا شفناها. كمان بعتت لك الرسالة دي في السطر رقم 4، ده ما كانش موجود قبل كده، مكتوب اس في سي أو سيرفيس تشارج. الرسالة دي جت من الخطوط السعودية والسيستم بيقول لك إنك أنت عندك غرامة التغيير بتاع التذكرة. هنا انا محتاج ادفع 823 جنيه اللي انا شفتها عن طريق خطوتين. اول خطوه هدفع الغرامه لوحدها اللي احنا هنسميها بعد شويه اي ام دي، وهندفع الضرايب اللي هي 89 جنيه لوحدها. يبقى انا هنا لما بشوف الرساله بتاعت التي اس ام وانا بعمل الري اش او بشوف الغرامه لازم اعمل امر ادفع بيه الغرامه لوحدها. افكرك كده لو رجعت ورا شويه، مبلغ الغرامه اللي انا بتكلم عليه اللي هو ده اللي هي البنالتي اللي هي كانت 734 جنيه لو انت شايفها في الشاشه دي، اللي هي كانت تساوي ال 150 ريال تقريبا. عشان ادفع المبلغ ده او البنالتي دي لوحدها اللي هي 734 جنيه، هنزل تحت هنا في ملف الحجز بتاعي هعمل امر اسمه تي ام اي سلاش وهسجل طريقه الدفع بتاعتي اف بي وهحط الكاش واقول له سلاش اول، اقصد بيها جميع الغرامات اللي موجوده عندي لكل المسافرين، سواء مسافر واحد او اكثر من مسافر. ممكن اضيف الامر ده عشان يسهل عليا امر الاصدار بتاعتك. فالتي ام اي هضيف عليه سلاش الفورم اوف بايمنت طريقه الدفع بتاعتي، احط علامه الداش الصغيره واكتب كاش وسلاش واكتب اول. لو دوست انتر هيظهر عندك مبلغ الغرامه تم دفعه بالشكل اللي انت هتشوفه. انا استفيد من الشاشه دي ان ده امر التي اس ام او امر الغرامه اللي احنا دفعناه دلوقتي، ده اول حاجه موجوده عندي. الغرامه دي كانت موجوده عندنا في السطر رقم 4، ممكن تبص كويس على السطر رقم 4 او ال 4 ده عشان هحتاجه لما اجي اصدر التكت. المبلغ اللي احنا دفعناه دلوقتي اللي هو 734 جنيه وطريقه الدفع بتاعتي كانت كاش. لو انا دفعت الغرامه هحط التوقيع بتاعي وهعمل اي ار عشان احفظ البيانات بتاعتي. باقي عندي مبلغ تاني من التذكره لسه ما اتصدرش او لسه ما طبعتوش اصلا اللي هو 89 جنيه ضرايب. عشان اعرف انا خزنت السعر فين او الضرايب دي موجوده فين بعمل امر اسمه تي كيو تي. تي كيو تي بيفتح الاسعار اللي متخزنه في ملف الحجز وبيقدر يخليني اعرف رقم السعر او التي اس تي اللي انا هستخدمه في طباعه التذكره. لو شايف الشاشه دي مكتوب التي اس تي ده رقم كام؟ 2، يبقى ده السعر الجديد. لو عايز تتاكد من المبلغ اللي احنا بنتكلم عليه لو نزلت تحت هتلاقيه هنا 89. انا جاي بس عايز اعرف رقم السعر ده اللي انا هستخدمه في الطباعه، هو التي اس تي ده رقم 2. اول ما عرفت رقمه هقفل الشاشه دي وهعمل امر الطباعه اللي انا هنفذ بيه التذكره بالشكل ده، هقول له تي تي بي تطبع لي التذكره بالسعر رقم 2. ممكن تطبع لي الغرامه بتاعت التذكره دي، هكتب هنا ال 4 سلاش ار تي. بفكرك ان ال السطر رقم 4 اللي هي دي السطر اللي فيه الغرامه دي. لو انا عملت الامر بالشكل ده يبقى انا بصدر التذكره وبصدر الغرامه بتاعتي. ده امر طباعه التذكره وطباعه الغرامه الخاصه بشركه الطيران. الاثنين ممكن اعملهم في خطوه واحده على طول. تعالوا نجربه ونشوف طريقه ثانيه بعد كده اذا حبينا نستخدمها لطباعه التيكت والغرامه بتاعتي. لو عملنا الامر كان السيستم قبله صحيح، بعد ما ادوس اندر هيطلع لي ان التذكره تم اصدارها وكمان الغرامه اللي احنا بنسميها اي ام دي او الكترونيك ميسيلينيس دوكيمنت والايشيو تم اصدارها بنجاح. هتظهر عندك نفس الرساله.
تحت هنا بيقول لي نو برينتر ديفايند ان اوفيس بروفايل، ما تخليش الرساله دي تقلقك ان في حاجه غلط. نو برينتر ديفايند، كان انا مش معرف برينتر على برنامج اماديس عشان اصدر عليها التذاكر، لكن كده انا صدرت التكت. اقدر اتاكد من ده لو عملت ار تي ورجعت الملف الحجز. طب بص هنا هتلاقي التذكره الجديده اللي احنا صدرناها ظهرت في السطر رقم 10 وخدت رقم جديد، التذكره دي بتنتهي برقم 76. سعر التذكره او الفرق اللي احنا دفعناه عشان نصدر التذكره دي هي عباره عن فرق الضرايب بس، اللي هي الضرايب غير المستردة اللي كانت قيمتها 89 جنيه. كمان في تذكره ثانيه تم اصدارها تحت هنا كانها تيكت نمبر، في الحقيقه هي تذكره الغرامه او مبلغ الغرامه اللي احنا دفعناه اللي هو 734. طبعا المسافر ملوش علاقه بالقصه دي، احنا دفعنا التوتال ده لشركه الطيران اللي هو 823 وخدنا 100 جنيه عموله لينا، فالمبلغ ده اتدفع مرتين، جزء منه ضرايب وجزء منه غرامه التغيير. وما زالت التذكره القديمه موجوده عندي في ملف الحجز عشان لو المسافر حب يغير او يعدل اقدر اعرف سعر التذكره او البيانات القديمه بالاضافه للتذاكر الجديده بتاعتي. الموضوع واضح كده شويه؟ شويه. بس هون كنت يعني محتاج الورقه الخطوات دي هبعتها لك برضه النهارده في ملف صغير بي دي اف على الجروب تقدر تبص عليه. نشوفها تاني بس نأكد عليها سوا. حاضر. تقول لي طيب محمد عندك سؤال في الموضوع ده؟ هو واضح الموضوع شويه دلوقتي؟ لا تمام كله واضح. انا عايز اجرب مثال تاني على نفس الرحله دي لو حبيت، بس يكون عندي فيها ان شركه الطيران لو عملنا اجنور مثلا عايزين نشوف ازاي نقدر نعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها بافتراض ان انا عندي اكتر من مسافر او اكتر من عميل. ازاي اصدر تذكره فيها اكتر من مسافر واعمل لها ريشيو؟ ممكن نجرب مثال على الامر بتاع الاف اكس دي عشان ما ننساش الحاجات الصغيره دي. لو العميل جه لاول مره وعايز ارخص سعر، هفترض ان انا هكتب اثنين هم عدد المسافرين وهختار الرحله دي من كايرو، هحدد تاريخ الذهاب وليكن يوم 10 جولاي الى مدينه فرانكفورت مثلا، وهختار الديت رحله العوده يوم 20 جولاي الى كايرو. ممكن احدد ان الرحلات دي تكون فلايت نون ستوب، ولو انت عايز الايرلاين بتاعتك تكون لوفت هانزا ممكن تحددها بالشكل ده. انا هنا افترضت ان انا عملت الامر اللي فيه كل البيانات بتاعتي. لو دوست انتر وانتظرت ثواني هيظهر عندي اجمالي سعر التذكره بتاع الاثنين مسافرين 16428. لو ظهر عندنا ده في الجروب رقم واحد وحبيت احجز عليها هنستخدم الامر بتاعنا اللي هو FXZ1. ومجرد ما بحجز يبقى انا كده جبت رحله الذهاب ورحله العوده ودرجات الحجز اللي ظهرت عندي الكي والال. جرب اعمله عندك يا احمد ونشوف اذا كان سايب عندك الملف ولا لا. الذهاب هيكون عندي يوم 20 جولاي، الذهاب هيكون يوم 10 والعوده هتكون يوم 20. انا هحاول اعلم لك على الامر عشان تقدر تشوفه على الشاشه. لازم اكتب يفضل عشان السيستم يجيب لك نفس السعر ونفس البيانات بتاعتي. وال اتش دي حرف الاي الاول ثابت اللي هو اختصار كلمه ايرلاين. ال اتش هو الطيران الالماني لوفت هانزا، لو انت عارف شركه الطيران اللي انت عايز تسافر عليها. لو مش عايز تحدد شركه الطيران ما تحددهاش برضه. هو في الاغلب مش هيحدده طبعا، هسيبها على ارخص سعر على كل الشركات. هو غالبا تعالى نشوف ليه؟ نراجع الامر كده ممكن تعمل ارخص ناخد الجروب بتاعت الرحلة اللي في السطر رقم واحد. تعال نجرب لو انت حجزت المقعد، تعال نكمل ملف الحجز لحد ما نطبع التذكرة. ممكن تسجل اسمك عادي او اي بيانات انت عايزها متعود عليها. بعد كده نسجل المسافر التاني. هنسجل الاتنين برضو ادلت. وهنسجل تليفون، ممكن نسجل موبايل بالطريقه اللي تعجبك براحتك. ممكن نسجل ايميل كمان.
بعد كده ممكن نعمل تيكت اوكي ونسجل التقطيع ونحفظ الملف. فاكيد هتجيب ارخص سعر، ممكن نسجل طريقه الدفع الكاش والعموله 3% ونسيب الملف وبعد كده نطبع. طبعا هنا احنا مش محتاجين نسجل بيانات جواز السفر لما نسجل خلينا نقول اف اكس بيبي عشان يجيب لك ارخص سعر ويخزنها تاني في المكتب. بي فور بيبي، بي خفيفه اقصد. نسجل طريقة الدفع كاش وبعد كده العمولة وليكن 3% ونمضي ونحفظ وبعد كده نجرب نعمل أمر الإصدار أو الطباعة. الإيميل تعال نضيفه برضه عشان نكون زي بعض نفس ترتيب الخطوات، فتعمل ABE ونضيف الإيميل بتاعنا مرة ثانية. اي اختار ايميل رقم 6، السطر رقم 6 اللي عندي ده الايميل. طبعا ممكن بعدها تحط داش علامه الماينس وتكتب الايميل بتاعك عشان ما يبقاش في مشكله. هنحط التوقيع برضه تحفظ عشان البيانات عندك دي تتسيب ويبقى نفس البيانات اللي عندنا احنا الاثنين زي بعض. طيب تعالوا نجرب نفترض المسافر حب يغير رحله الذهاب او العوده او الاثنين. مبدئيا كده قبل ما نغير في احتمال ان واحد من المسافرين دول يحب يغير رحله الذهاب او العوده او المسافر الثاني. احنا اتعلمنا قبل كده في البيزك كورس ان احنا ممكن نعمل فويد للتذكره في نفس اليوم اللي احنا طبعناه. وعندنا دلوقتي الملف ده فيه اثنين مسافرين، لنفترض ان واحد فيهم حب يغير التذكره والتاني هيسافر في نفس اليوم. فقبل ما اعمل اي تغيير لازم نعمل سبليت، نفصل الاثنين دول عن بعض، نسيب واحد فيهم في الملف القديم بتاعه زي ما هو ونمسك المسافر الجديد ده اللي احنا عايزين نغيره ونعدله اللي احنا عايزينه. عايز افكرك بالخطوات بتاع السبليت. اول خطوه هنعملها عشان نفصل المسافر ده نجرب نعمل الامر ده SB1. SB1 معناها عايز افصل مسافر. دي واحد صحيح، عشان كده انا عايز اكد عليك واحنا بنعملها دلوقتي. اللي هي اللي انا كنت اعرفها رحله الذهاب والعوده صح، بس ده لو انت هتعمل اكس اي للاثنين مسافرين. لكن انا المره دي عايز اوريك ان انا ممكن الغي الواحد واسيب الثاني، فمش هقدر انفذ الكلام ده في نفس الملف. معلش لازم نجرب الاحتمالات. لو عملنا اس بي 1 الاس بي معناها سبلت، يعني عايز افصل المسافر رقم واحد. تعال ندوس انتر بعد ما نعمل الامر ده. هيظهر عندك ان المسافر الاولاني اللي عندك احنا فصلناه وخدنا كل المعلومات اللي تخص معانا في الملف. يعني هتلاقي اسمه وتليفوناته ورقم التيكت كل حاجه بتاعته معانا. الحاجه الوحيده اللي لسه ما اتعملتلوش رقم الحجز، لسه على اليمين هنا ما بقاش ليه رقم حجز خاص بيه. عشان اعمل له رقم حجز لازم احط التوقيع بتاعي، هعمل ار اف وكل واحد فينا يكتب اسمه. الخطوه اللي بعدها هعمل امر اسمه اي اف اللي هو معناها اند اند فايل. اي اف ده حرفين اثنين بس. هتقفل الملف بتاع المسافر اللي انت فصلته ويديله رقم حجز جديد مختلف عن الرقم القديم بتاع المسافرين الاثنين. هنعمل اي اف وانتر. هتبص تلاقي السيستم طلع لك المسافر القديم وهيطلع لك رقم الحجز القديم وكل البيانات اللي فيه مظبوطه. كانه بيقول لك عايز تعمل ايه في الملف ده؟ فانا بقول لك عايزين نحفظه. هنحط التوقيع بتاعنا تاني ار اف مره ثانيه وبعد كده نعمل اي ار نحفظ الملف بتاعه. لو حطينا التوقيع وعملنا اي ار هتلاقي الملف الاصلي اصبح فيه مسافر واحد، لكن انت عايز تشوف الملف اللي احنا فصلناه. انا مش جاي. ايه الرساله اللي ظهر عندك؟ تعالى نحط
عايزك تنزل بالصفحه بتاعتك لاخر سطر في الملف. لو نزلنا للسطر الاخير هتلاقي الرساله دي، الملف ده بيقول لك ان احنا عملنا له سبلت فصلناه يوم 17 مايو من شركه نزيه السياحه اللي الكود بتاعها هو ده، موجوده في القاهره، تستخدم برنامج اماديس. الرقم الجديد اللي تحت ده المفروض رقم المسافر اللي انت فصلته. انا بقى عايز اروح افتح الملف ده فهاخد منه كوبي او اعمل قبليه ار تي واكتب رقم الحجز. ممكن تكتب ار تي وتكتب رقم الحجز اللي ظهر عندك. اول ما هيفتح معاك هتلاقي المسافر ده اصبح لوحده، الملف بتاعه موجود فيه كل البيانات بتاعته. يبقى اي تغيير او تعديل اقدر اعمله في الملف ده مش هياثر على المدام اللي كانت في الملف التاني. تمام؟ يبقى الهدف من الفصل اللي احنا عملناه ايه؟ مجرد ان احنا نفصل الاثنين مسافرين عشان نغير او نعدل في واحد ما ياثرش على الملف التاني. نعمل نفس القصه بتاعتنا، عايزين نغير المسافر ده، ناجل له السفر وليكن في رحله الذهاب ورحله العوده. قبل ما نغير او نعدل نشوف شركه الطيران بتقبل الريشيو الريفاليديشن التغيير او التعديل ولا لا. كان الامر بتاعي اللي هو هل الكترونيك تيكت، وهكتب كود شركه الطيران اللي هي ال اتش او لفتهانزا كانسل. لو عملت الانتري ده ودوست انتر هجرب برضه اروح للصفحه بتاعتي او السكشن اللي فيه الكود بتاع الدوله بتاعتي وليكن مصر، ممكن اعمل موف داون مرتين او هلاقي البيانات موجوده في الصفحه رقم 64. لو نزلت تحت هتلاقي شركة الطيران بتسمح بعمل الريفاليديشن او الريشيو او الفويد او اي حاجة انت عايزها، كأن الخطوط اللي لوفت هانزا بتقول لك غير وعدل واعمل اللي انت عايزه. يعني اعمل موف داون بعد ال لو عملت موف داون ممكن تعمل موف داون مرتين عشان تقدر تشوف الشاشة زي اللي انا شايفها دلوقتي. لو ظهرت عندك ممكن تنزل بالصفحة بتاعتك بقى شوية، هتلاقي الريفاليديشن مسموح، هتلاقي الريفاند مسموح والريشيو مسموح. تقول لي طب تعالى نجرب نشوف رحله الذهاب والعوده، لو عملنا ار تي ورجعنا لملف الحجز. عايزين نشوف رحله الذهاب في التواريخ الجديده دي اللي هي يوم كام؟ 10 جولاي هنأجل السفر يومين نخليه 12، والعوده بتاعتي هخليها يوم بدل ما 20 هخليها يوم 22. بس عايزك تفتكر ان الذهاب كان على الكلاس اللي اسمها الكي والعوده كانت على الكلاس اللي اسمها ال، صح؟ ممكن ان انا احاول اشوف نفس الدرجات دي او اختار درجات تانية. تعال نعمل افيلابيليتي الاول، هختار الذهاب يوم 12 جولاي من كايرو الى فرانكفورت على لوفت هانزا، والعوده بتاعتي يوم 22 جولاي. نشوف كده اذا كان في رحلات متاحه في التاريخ ده حسب طلب المسافر بعد يومين من الذهاب والعوده. لو ظهرت عندنا الرحلات عايزين ندور انا وانت على الكلاس اللي اسمها الكي، شوف ايه الرساله اللي ظهرت عندك ونشوفها. عايزين بقى نجرب نحجز على الكلاس اللي اسمها الكي في الذهاب اذا كانت موجوده، ونحجز على الكلاس اللي اسمها ال في رحله العوده. هل عندنا كلاس اسمها كي في الذهاب؟ تمام، الرحله اللي متاحه فيها الكلاس كي يمكن في السطر رقم 3. بص كده على السطر رقم 3 موجوده. طيب رحله العوده هل فيها الكلاس اللي اسمها ال؟ موجوده عندك سواء في السطر رقم 11 او السطر رقم 13. طيب ممكن لو رجعت الملف الحجز هتلاقي رحله الذهاب عندك كانت 583 في الذهاب والعوده 582. لو المسافر عايز يحجز على نفس المواعيد ممكن ندور على نفس الرحله. 583 فعلا موجوده عندك في السطر رقم 3 اللي هو ده رقم الرحله. تقول لي طيب 582 هتلاقيها الرحله اللي في السطر رقم كام؟ 11. لو حبينا نحجز مقعد واحد في الميعاد بس، لو المسافر عايز يحجز على نفس الميعاد بتاع الرحله. هو نفس الميعاد بس هو مغير اليوم. مغير اليوم بس انت عندك في اليوم ده عندك رحله بتغادر الساعه 10 صباحا، ونفس الدرجه في رحله بتغادر الساعه 10 بالليل. انا اقصد بقى ان هو عايز يغادر في نفس الميعاد اللي هو 10 صباحا بس في اليوم الجديد. تمام، هنحجز مع بعض اس اس 1. هنختار الكلاس اللي اسمها كي في السطر رقم 3، ونختار الكلاس اللي اسمها ال في السطر رقم 11. يبقى احنا حاولنا نحجز له في التاريخ الجديد
بس على الميعاد المناسب ليه. لو رجعنا لملف الحجز هنلاقي الرحلات القديمه موجوده عندنا في السطر رقم 2، هتلاقي رحله الذهاب في السطر رقم 2 ورحله العوده القديمه في السطر رقم 4، دول عايزين نحذفهم. فممكن نعمل اكس دي 2.4. لو كنسلت رحله الذهاب والعوده القديمه ممكن بعدها نحط التوقيع بتاعنا ونحفظ ملف الحجز. ما زالت الرساله ظهرت عندي بيقول لي تاكت ريفاليديشن او ريشيو از ريكومندد، معنى كده ان انا محتاج اعمل امر اللي هو الاوتوماتيك ريشيو. اجرب اعمل اف اكس كيو. لو عملت الامر اف اكس كيو وانتظرت ثواني، بعد ما ادوس انتر هلاقي السيستم بدا يقارن سعر التذكره القديم بالجديد. لو في اي فرق هيطلع عندك او هيظهر عندك. شوف البيانات اللي موجوده عندك، لو في بيانات ظهرت قول لي، او مفيش بيانات اقدر اساعدك فيها. هتلاحظ ان ما كانش في فرق ما بين سعر التذكره القديم والجديد اللي موجود عندك، بس في مشكله صغيره حصلت، ان انت اصلا ما كنتش طبعت او صدرت التذكره القديمه، عشان كده السيستم مش قادر يشتغل او يجيب لك فرق سعر ما بين الرحله القديمه والجديده. هنا انت ممكن تعمل ريفاليديشن او ريشيو براحتك، لان احنا حجزنا على نفس الدرجه بتاعتك. هنعمل امضي تاني لازم نعيد القصه دي تاني من الاول، لان التذكره بتاعتك القديمه ما اتصدرتش. تعالى نعمل الكلام ده تاني. جرب اعمل اجنور على الشاشه بتاعتك، وجرب اعمل نفس الملف اللي انت عملته من شويه، بس نتاكد ان احنا صدرنا التذكره. نخليها على الخطوط السعوديه تاني، نفس الرحله تاني، بس هنخليها كانها مسافر واحد، ونكمل نفس الخطوات لحد الطباعه. تعالوا نجرب نعمل اف اكس دي مع بعض، بدل بقى مع نفس الاثنين مسافرين هنعمل مسافر واحد، وهتختار برضو رحله تاني من كايرو سلاش ديت. اختار تاريخ الذهاب وليكن يوم 10 جولاي. نختار الرحله دي وليكن على بريتشر ويست. تعالوا نغيرها، مش لازم تكون كايرو جده او كايرو فرانك، نختارها كايرو لندن، ونحدد العوده ديت يوم 20 جولاي الى كايرو، ونخلي الرحله بدون توقف، ونحدد الايرلاين بتاعتي وليكن بريتشر ويست. طبعا الواحد ده انا ممكن اكتبه وانا بحدد عدد المسافرين او لا، براحتك خالص مفيش مشكله. لو ظهرت عندك الرحله جرب اعمل اوت وسهم فوق كده ونشوف ايه البيانات اللي ناقصه. غالبا انت هتكون نسيت رحله العوده، ما كتبتش كايرو. تعالى نحجز مع الجروب الاولانيه، برضه نسحب مقعد على الجروب رقم واحد. هنعمل اف اكس زد 1 افتراض ان هو ده اللي عجب المسافر، ونكمل خطوات الحجز برضه لحد الطباعه. ممكن نسجل اسم المسافر، وبعد كده نسجل كل الخطوات بتاعتنا لحد طباعه التذكره. لو طبعت التيكت هنعمل تصحيح، وقبل ما نغير او نعدل في التيكت لازم نتاكد ان التذكره القديمه اتصدرت او موجوده عندي رقم التيكت بتاعتي.
فلاش ار تي عشان نفضل التكت. وعايزك بعد كده تعمل ار تي تتفرج على المنافسه. قال لك اوكي التكت ايه؟ معناها انك نسيت تعمل امر تخزين السعر اللي هو الاف اكس بي فور بيبي. نجربه كده، نعمل اف اكس بي وبعد كده نمضي ونحفظ ونجرب نطبع التذكره مره ثانيه. طبعا التكت. تعال نعمل ار تي وقول لي كده السطر رقم 8 عندك هل موجود فيه رقم التكت اللي هو الاف اي ولا لا؟ رقم التكت لا مقطوع عندي الصلاه عشان انا مش فاتح الاكونت. تعال نعمل الايميل برضه عشان نضيفه مع بعض او ايا كان السطر اللي ناقص. عادي معلش ما عايزك تعمله عشان نكون انا وانت ماشيين بنفس الترتيب. اي بي اي ونحط داش واكتب الايميل بتاعك تحت. هنحط التقطيع برضه ونحفظ عشان نسيب البيانات دي. كده عندك رقم التيكت في الصف رقم 8 مظبوط؟ طيب تعالى اول ما فتحنا ملف الحجز هنفترض ان شركه الطيران دي انا ما اعرفش هي بتقبل ريفاليديشن ما بيقش ولا لا. هنعمل هيلب ونكتب اي تي تي الكترونيك تيكت ونكتب كود شركه الطيران اللي هي بي اي. هتلاقي تقريبا زي لوفت هانزا بالظبط. لو دوست موف داون مرتين كمان هتلاقي ان الخطوط البريطانيه بتقول لك ممكن تعمل ري فاليديشن ري فاوند ري ايشو تعمل اللي انت عايزه مفيش مشكله عندك. هنعمل ار تي مره كمان نرجع لملف الحجز. احنا المره دي صحيح عايزين نغير رحله الذهاب ناجلها يومين بدل ما هي يوم 10 نخليها يوم 12 والعوده يوم 20. هتلاحظ ان درجه الحجز بتاعتنا في الذهاب كانت على الان والعوده على الان كلاس. أنا لو رحت وحجزت على نفس الدرجة مسموح لي أعمل ري فاليديشن، بس نادرا لما بنلاقي نفس الدرجة، لأن كل ما بيقرب ميعاد السفر المقاعد الرخيصة بتتباع. فأنا عايز أقول لك لما نيجي نشوف الرحلات هنجرب نشوف درجة أعلى من الإم كلاس ونحجز عليها أنا وأنت، كأننا ما شفناش الدرجة اللي اسمها يعني. تعالى نعمل افيلابيلتي يوم 12. هنعمل إي إم يوم 12 جولاي كايرو لندن ونحدد الإيرلاين بريتش ويز والعودة يوم 22 جولاي. لو عملنا انتر وشفنا رحلة الذهاب والعودة هنخلي الذهاب يوم 12 والعودة يوم 22. ممكن كمان ترجع تشوف نفس رقم الرحلة اللي انت عايزه. الذهاب كان 401 والعودة كانت 384. لو حبيت تحجز على نفس الرحلات ادي 401 في السطر رقم 1 384 في السطر رقم 11. لو انت عايز تحجز على الكلاس اللي اسمها ان فعلا اصلا ما بقتش موجوده لحسن الحظ وده واقع ممكن يحصل فعلا. فانا ممكن احجز على اي درجه اغلى من ان كلاس. تعالى نفترض ان انا عايز احجز على الام اللي هي الدرجه بتاعتي دي في الصف رقم 1 والصف رقم 11. ممكن نحجز عليها بافتراض ان هي دي المتاحه عندي. فهعمل اس اس 1 وهختار الام في الصف رقم 1 وبعد كده هختار الام في الصف رقم 11. لو رجعت الملف الحجز هلاحظ ان الرحلات القديمه ما زالت موجوده عندي في السطر رقم 204. ما ظهرش عندك ليه؟ في حاجه ناقصه معانا ما تدخلش. نعمل امر تاني. اس اس 1 هنزود بس ام 1 ايوه. عايزين بقى نكنسل رحله الذهاب والعوده القديمه اللي هي المفروض في السطر رقم 2 والسطر رقم 4. هنعمل اكس اي برضه 2.4. لو كنسلنا رحله الذهاب والعوده بعد ما يظهر عندي الورننج ده هحط التوقيع بتاعي وهعمل اي ار. السيستم هنا بيقول لي الرساله دي بيقول لي ممكن تعمل ريفاليديشن او ري ايشو. هل انا مسموح لي اعمل الريفاليديشن؟ هجاوبك انا واقول لك لا. الريفاليديشن مسموح لو انا حجزت على نفس الدرجه، الدرجه بتاعتنا اتغيرت يبقى اكيد لازم اعمل ري ايشو. اول ما هجرب الامر بتاع الاف اكس كيو
نشوف اذا كان في فرق سعر والغرامات والشروط الجزائيه حتى من غير ما نستعلم عنها. السيستم هيبدا يحسبها. لو عملت الاف اكس كيو هيبدا يقارن السعر القديم لما كنا حاجزين على الدرجه اللي اسمها ان كان 4422، لما خدنا درجه اعلى بقى السعر الاساسي 7362. الفرق بس ما بين الدرجات 2940. ده لسه الحد الادنى بتاعه فرق الدرجه. هنبدا نقارن الضرايب، لو في فرق ضرايب هنشوفها، وكمان العموله بتاعتي كشركه سياحه. بقول لك ان الضرايب القديمه المسافر كان دافع الاول تاكسز 4343. الضرايب الجديده عشان في نفس الكابينه نفس السعر نفس المبلغ هي هي، بس في عندنا ضرايب غير المسترده اللي احنا اتفقنا عليها، ايه 11 جنيه بتاعت وزاره الماليه المصريه. فظهر عندي هنا المبلغ ده، ضافوا السيستم على ال 2940 فقال لي التوتال 2951. كل حاجه بالشركه لحد دلوقتي شركه السياحه بالظبط. بس قبل ما اقول لك التوتال تعالى نعمل موف داون لحسن يكون في غرامات على التيكت هتظهر هنا في الشاشه بتاعت البناليتي او الغرامه. لو ما فيش بناليتي هتظهر زيرو. ففعلا شركه الطيران عايزه منك المبلغ ده، فانت هتزود عليه العموله بتاعتك. لو المسافر موافق تعالى نحط توقيع نمضي ونحفظ. لو مضينا وحفظنا هنلاحظ ان الحاله دي مفيش غرامات، وشركه الطيران ما طلعتليش ان في غرامه فوق، ولا طلعت لي العلامه بتاعت التي اس ام، ولا قالت لي غرامه فيه هنا هتدفع الى شركه الطيران. معنى كده ان انا محتاج اطبع التذكره الجديده على طول، بس لازم اعرف رقم السعر اللي هستخدمه في الطباعه. فهعمل تي كيو تي. تي كيو تي هيفتح لي الماسك او الشاشه اللي فيها السعر الجديد اللي انا هدفعه لشركه الطيران، وبيقول لي ان التي اس تي او السعر الجديد اللي انت هتستخدمه هو السعر رقم 2 او التي اس تي رقم 2. والتذكره الجديده هتطبع بالفرق ده اللي هو 2951. لو حبيت اعمل امر الطباعه دلوقتي اقول له تي تي بي تيكت برنت سلاش تي 2 سلاش ار تي. بالشكل ده انا بصدر التذكره بالسعر الجديد رقم 2. وار تي معناها ريتريف، هعيد عرض ملف الحجز عشان اتفرج عليه بعد الطباعه. لو السيستم قال لي اوكي تيكت كده التذكره بتاعتي صح. لو في برينتر اقدر اطبعها له على البرينتر او ابعتها له على الايميل، لو مش موجود مفيش مشكله. هنتاكد برضو بعد الامر ده ان التذكره بتاعتنا اتطبعت او ظهرت عندي. عايزك تجرب تعمل تي تي بي سلاش تي 2 سلاش ار تي. تمام؟ ما عملت فيه كده بالظبط. عملت الامر ده؟ اه. السيستم رد عليك قال لك اوكي تيكت؟ اه ده ان هو مفيش بس تمام، تعالى نعمل ار تي نتاكد ان شغلنا صح ازاي؟ لو رجعنا لملف الحجز اولا هتلاقي رقم تذكره جديد ظهر عندك. شايف التذكره دي بتنتهي برقم كام؟ 83، لكن التذكره القديمه عندي 81. لو فتحت التذكره دي وعملت كليك عليها هتلاقي بيانات الحجز الجديده ظهرت اللي فيها التاريخ الجديد اللي عايز المسافر في الذهاب والعوده ودرجه الحجز الجديده في الذهاب والعوده. يبقى انا كده متاكد ان الكلام ده كان مظبوط. ممكن نعمل اي جي ونجرب القصه دي. عايزين نجرب نفس المثال تاني على الخطوط السعوديه لان هي اللي كان عندها غرامه زي الاي ام دي، ونجربها الاثنين مسافرين من غير ما نعمل لهم سبليت ولا حاجه. تعالى نعمل ملف الحجز زي نعمل اف اكس دي ونختار مثلا اثنين مسافرين على رحله هتغدى من كايرو، ونحدد تاريخ الذهاب يوم 10 جولاي الى جده، ونختار رحله العوده يوم 20 جولاي الى كايرو، ونحدد ان الرحله دي على الخطوط السعوديه، وكمان ان الفلايت نون ستوب او بتكون بدون طاقه. بعد ما نعمل الامر ده لو ظهر عندنا هنحاول نحجز على الرحله الاولى ونضيف اثنين مسافرين ونكمل نفس خطوات الحجز لحد ما نطبع تكت. انا ظهر عندي التوتال ده 18214 للاثنين مسافرين الادلت بتاعهم. ظهر عندك السعر؟ تعالى نعمل اف اكس زد 1 نختار الجروب رقم واحد مع بعض. لو عملنا ار تي هنلاقي رحله الذهاب والعوده كانت موجوده. سجل برضو الاسماء والتليفونات وكمل نفس الخطوات لحد الطباعه.
عملت على طول؟ لا بس في كام حاجة كده ناقص، فجرب اعمل امر عندك وانا هكمل الخطوات دي. هتحتاج هنا تسجل بيانات جواز اسمين صح؟ اسمين اتنين مسافرين بالظبط. الإيميل بالضبط. برضه هتجيب أقل سعر عادي ونخزنه، نسجل طريقة الدفع الكاش، والعمولة نخليها 3%، ونعمل أمر الطباعة في المعقد. نعمل تي تي بي سلاش ار تي، وبعد ما يظهر عندك رقم التيكت قال لك اوكي تيكت. ايه اللي رسالة ناقصة عندك؟ شو اعملها انا ارجع ادوس المفروض هتلاقي عندك رقم السطر 11 و12 او 9 و10 على حسب ترتيب العناصر اللي عندك، ان هيظهر عندنا ارقام التذاكر اللي احنا صدرناها. طيب تعالى نفترض العميل بتاعنا قعد يومين ثلاثه في البيت وحب يغير رحله الذهاب والعوده، بس الاثنين هيغيروا التواريخ بتاعتهم. وهنفترض واحنا بندور على تذاكر ثانيه مش هنلاقي نفس الدرجه، هنحاول ناخد درجه اعلى عشان نشوف الفرق ما بين الاثنين. تقولي طيب انا لو حبيت اغير رحله الذهاب والعوده دلوقتي هعمل ايه؟ مبدئيا ممكن نبدا نشوف الغرامات والشروط الجزائيه. هنعمل مع بعض الامر بتاعنا اللي هو fxx/r، ونختار التاريخ اللي احنا صدرنا فيه التذكره اللي هو 17 مايو 2022. طب المعلومات دي انا جبتها منين؟ لو عايز تستعلم عن السعر والغرامات هو موجود عندك في السطر اللي فيه رقم التيكت اللي هو ده. اول ما هندوس انتر هيظهر عندي الاثنين مسافرين وسعر التذكره بتاع كل واحد فيهم 9107. طالما الاثنين دول ادلت ناس كبار فممكن تختار اي مسافر فيهم تجيب الغرامات والشروط الجزائيه بتاعته.
لان الاولاني والتاني زي بعض، فممكن نعمل اف كيو ان 1 ونحط علامه الديسبلاي بي اي عشان نجيب البناليتي بتاع الاثنين مسافرين دول. البي اي اختار كلمه بناليتي. طيب لو عملنا الامر ده ايه البناليتي اللي هتظهر عندنا؟ ممكن تجرب كده تعمل ميز داون، هتلاقي غرامه التغيير غالبا زي ما شفناها من شويه 150 ريال على الخطوط السعوديه. لو حبينا نعمل ريشيو او ريفاليديشن مظبوط، تعالوا نجرب نحولها، نعمل الامر بتاعنا اف كيو سي 150 ريال نحولها لجنيه مصري. هيظهر عندنا المبلغ ده 734 جنيه تقريبا، اللي هي 150 ريال فاضي. طبعا الكلام ده لكل مسافر مش كده؟ لكل مسافر هيدفع المبلغ ده. تعالى نعمل ار تي نتفرج على ملف الحجز بتاعنا، احنا لسه ما غيرناش ولا عدلنا. عايزين نجرب نجيب رحله الذهاب والعوده ونغير التاريخين دول، هنعمل مع بعض افيلابيلتي يوم 12 جولاي من كايرو الى لندن ونحدد كايرو لندن. احنا رايحين فين؟ كايرو ايه؟ كايرو جده صح؟ في السعوديه. طبعا هينفع ان انا اغير اتجاه السير بس هنجرب المره دي هنخليها كايرو جده على نفس شركه الطيران خطوط السعوديه، والعوده هجيبها يوم 22 جولاي. لو ظهرت عندك تعال نرجع نفتكر درجات الحجز بتاعتنا. احنا كنا حاجزين في الذهاب والعوده على الرحله القديمه، في الذهاب على التي والعوده على الاي كلاس. عايزين نجرب نختار درجات حجز اعلى شويه عشان نحس ان في فرق. التي كلاس والله موجوده، والدرجه اللي موجوده عندنا كانت الاي. طيب تحب نحجز عليهم ولا ناخد درجه اعلى؟ عليهم طالما الرحلات موجوده، تعال نحجز عليهم. هنعمل اس اس 1، هنختار التي في السطر رقم 1 والاي في السطر رقم 11. هل صح ان انا احجز مقعد واحد ولا اثنين قبل ما ادوس انتر؟ لان انا اللي عملت الكلام ده واستعجلت. دوست انتر؟ بالظبط، فانا عايزك تتاكد انك بتحجز عدد المقاعد بتوعك اثنين. طبعا عشان اعدل الكلام ده انا ممكن استخدم الامر بتاع اي ار، لان انا لسه ما حفظتش اي حاجه في الملف. فهنحجز مقعدين على التي في السطر رقم 1 ونختار الاي في السطر رقم 11. لو عدلت الكلام ده مظبوط هنرجع لمرافق الحجز، هنلاقي اربع رحلات. اكيد هنكنسل الرحلات القديمه اللي احنا مش عايزينها، اللي هي في السطر رقم 3 والسطر رقم 5. لو حبينا نكنسلهم هنعمل اكس اي 3.5. بعد ما نكنسل الرحلتين دول هنسجل التوقيع بتاعنا ونعمل اي ار عشان نسيب ملف الحجز. اصبح عندي الاثنين مسافرين تذاكرهم القديمه موجوده. ممكن نجرب الاوتوماتيك ريش ونعمل اف اكس كيو بس. هيبدا يحسب فرق السعر ما بين التذاكر القديمه والجديده ويطلع لي التوتال بكل حاجه زي ما انت شايف. السعر الاساسي حط لي هنا فرق السعر مع الغرامه وقال لي التوتال 800 تقريبا 23 جنيه لكل مسافر. بس طبعا هو حاطط الشاشه دي بشكل مختصر عشان عندنا اكثر من مسافر، لكن لو عايز تشوف الشاشه الثانيه اللي احنا كنا متعودين نشوفها هتلاقي بالتفصيل. لو عملت موف داون هتلاقي كل مسافر هنا بدا يقارن السعر الاساسي بالضرايب، الضرايب القديمه بالجديده والغرامات. هتنزل تحت هنا كمان تاني موف داون. اول صفحه اللي هي الاسهل، طبعا الاسهل بالنسبه لي موجود فيها التوتال، بس انا حبيت اوريها لك لان لو اكتر من مسافر بيطلعها بالشكل اللي انت شفته. تقول لي طب في كل الاحوال تعالوا نحط التوقيع، نمضي ونعمل اي ار ونحفظ الملف بتاعنا. احنا دلوقتي عايزين نصدر التذكره الجديده. لو حبينا نصدر التذاكر الجديده هنعمل تي كيو تي عشان نعرف رقم السعر اللي متخزن في الملف ونقدر نستخدمه في طباعه التذكره. اول ما نعمل تي كيو تي هتلاقي ظهر عندك على الشمال السعر الجديد بتاع نزيه رقم 2 والسعر بتاع نيلي رقم 3. كالمعتاد انا مش محتاج افتح تفاصيل الشاشه دي، بس خد بالك ان الاسعار اللي ظاهره دي الفرق بتاع مين؟ الضرايب بس، لسه احنا ما دفعناش الغرامات اللي هي 723 جنيه. طيب نكتبها كده مع بعض في ورقه صغيره. انا عندي السعر او التي اس تي رقم 2 ده بتاع نزيه مش كده؟ والتي اس تي رقم 3 ده بتاع مدام نيلي. تعالى نقفل الشاشه دي ونرجع لملف الحجز بتاعنا.
عايزين نشوف الغرامات اللي كانت موجوده. فاكر لما قلت لك بعد ما بنعمل ال FX كيوب بيظهر عندي TSM معناها ان في عندي غرامه؟ كمان الغرامه دي ظهرت مرتين، مره في السطر رقم 5 للمسافر رقم 1. ورقم 6 للمسافر رقم 2. انا كتبت كل المعلومات دي عندي في نوتس صغيره عشان لما اجي اعمل امر الطبعه ابقى فاكر الامر ده. تقول لي طيب لو حبينا نعمل امر الاصدار بتاعي، قبل ما نعمل امر الاصدار عايزين نسجل طريقه الدفع تي ام اي هندفع بيها الغرامه اللي هي الفورم اوف بيمنت هنخليها كاش سلاش او. بالشكل ده انا هدفع الغرامه للاثنين مسافرين اللي هي كانت 150 ريال وهدفعها كاش للخطوط الصادقه. ممكن بعد شويه ان انا استخدم المايك او الماسك رقم 1 أو 2 في امر الطباعه، او ان انا هستخدم رقم السطر زي ما احنا تعودنا. هنجرب نحط التوقيع ونعمل اي ار عشان نحفظ ملف الحجز بتاعنا. لو حبينا نجرب امر الطباعه ممكن نطبع التذكره بتاع المسافر الاولاني تي تي بي سيش. هقول له انا عايز اطبع التذكره بالسعر رقم 2. اقول له سلاش تي تي ام الغرامه بتاع المسافر رقم 1 موجوده عندك في السطر رقم 5، وفي الاخر هحط له سلاش ال 5 وبعدها سلاش ار تي. خد بالك ان انا كتبت ال 5 اللي هو السطر اللي فيه الغرامه بتاع المسافر رقم 1. والله لو انا طبعت التذكره بتاع المسافر الاولاني هيقول لي ان اوكي تكت التذكره طبعت وكمان الغرامه الاي ام دي تم اصدارها مسموح. عايز اعمل نفس الامر ده بس اطبع التذكره بتاع المسافر رقم 2 اللي هي عن طريق التي اس تي رقم 3 والغرامه بتاعته كانت في السطر رقم 6. ممكن نعمل الت وسهم فوق ونعدل بس على الامر ده. اقول له بدل التي اس تي رقم 2 عايز الغرامه رقم 3 ورقم السطر اللي فيه الغرامه ال 6. لو الامر بتاعي كان مظبوط ودوست انتر والسيستم صدر التيكت يبقى الكلام ده تمام. هرجع تاني اعمل ار تي واتفرج على ملف الحجز. هلاقي عندي تذكرتين جداد في السطر رقم 12. دي التذكره بتاعت المسافر اللي فيها فرق الغرامات او الضرايب بتاعتي كانت 89 جنيه. وعندي تذكره ثانيه الاي ام دي بتاعتها اللي هي كانت 150 ريال اللي احنا حولناها. طبعا على حسب رقم السطر بتاعك ممكن يكون بسبب فرق التذاكر اللي عندي او العناصر اللي انا سجلتها زي الموبايل او الايميل. مش هيفرق رقم السطر بس لازم يظهر عندنا لو انت تذكرتين. واحدة فيها مبلغ 89 جنيه اللي هو فرق الضرايب، وتذكرة تانية فيها الغرامة اللي هي 734. الاثنين دول المسافر رقم 1. تحتهم التذكرة بتاع المسافر رقم 2 بنفس الترتيب. لو الكلام ده صحيح ممكن نبعت التذاكر دي على الايميل زي ما تعودنا IEB-EML ونكتب الايميل بتاع المسافر أو نطبعها له على البرنتر إذا كان موجود قدامي أو إذا كان. لو خلصت الكلام ده ممكن اعمل اي جي اعمل اجنور عشان اطمن ان انا قفلت ملف الحجز بتاعي. طبعا في نهايه اليوم اتعودنا ان احنا نطلع تقرير المبيعات ونديه للحسابات عشان يراجعوا على الفلوس والتذاكر اللي احنا غيرناها. هنفتكر الامر بتاع تقرير المبيعات هنعمل الثلاث حروف دول بس تي جي كيو. الامر ده بيظهر تقرير المبيعات اليومي. فائده التقرير ده انه بيظهر عندي كل التذاكر اللي انا طبعتها او غيرتها او لغيتها النهارده. لو بصيت على اخر تذاكر احنا عملناها مع بعض دلوقتي هتلاقي التذكره اللي في الاخر دي لو مكتوب قدامها تكتب معناها تذكره مطبوعه او تم اصدارها. شوف المبلغ بتاعها كام؟ 89 جنيه اللي هي كانت فرق الضرايب. كمان فوقيها تذكره ثانيه اسمها اي ام دي او الغرامه اللي احنا دفعناها لشركه الطيران اللي هي 734 متكرره مرتين للمسافر الاول وللمسافر رقم 2. يبقى دي المبالغ الفعليه اللي احنا بندفعها للايرلاين. بسلمها للحسابات فبيراجع الفلوس اللي موجود عليها بالاضافه للمبالغ اللي احنا خدناها ككوميشن او عموله من المسافر. هل واضح الموضوع ده؟ احسن شويه؟ معلش برضه محتاج منك شويه تمرين على السيستم. لما تروح البيت النهارده او بكره لو حبيت حاول تفتح السيستم ونحاول نعمل الكلام ده مره ثانيه. هو كده الجزء اللي اصعب شويه لا خلاص يعني احنا داخلين ان شاء الله يكون سهل العبد باذن الله. محمد احنا خلصنا كده النهارده الجزء بتاع الاوتوماتيك ريشيو. لو انت عندك سؤال او استفسار كده سريعا قبل ما نكمل بلغني واحنا المحاضره الجايه برضو ان شاء الله نكمل الجزء اللي بعيد ان شاء الله. لا لا تمام مفيش اي اسئله تمام ما فيش مشكلة إن شاء الله. برضو بعد ما نقفل مع بعض هبعت لكم ملف الفيديو تقدروا تنزلوه عندكم وتتفرجوا عليه تاني.
وتحاولوا تفتحوا السيستم على الأجهزة بتاعتكم وتعملوا مثال مرة على الخطوط السعودية عشان نلاقي فيها غرامة، ومرة تانية على الخطوط البريطانية عشان هنلاقي فيها بدون غرامة سواء لمسافر واحد أو أكتر من مسافر. نشوفكم إن شاء الله يوم الخميس تقريبا في نفس الميعاد. مع السلامة. ويوم الخميس إن شاء الله.